سوق الحطب في بريدة بلغت كلفته أكثر من 20 مليون ريال. يفتقر هذا السوق لأهم أساسيات السوق المؤهل للبيع. انتشرت فيه العشوائية والعمالة الوافدة المخالفة. التكلفة كبيرة جداً اللي خسرانين هناك، لكن السوق صار شكله مو بذاك الزود. زميلي خالد الربعي سوى هذا التقرير وجابنا. استبشر أهالي مدينة بريدة بموقع سوق الحطب الجديد شرق المدينة، والذي يعد من أميز الأماكن لبيع الحطب. تبددت فرحتهم وصدموا بعد أن ظهر سوق الحطب بصورة عشوائية وصادمة لكل من زاره، خصوصا بعد أن علموا بتكلفة هذا السوق التي جاوزت 20 مليون ريال. وتوضح هذه اللوحة بعضا من تفاصيل هذا المشروع. من الصور العشوائية في سوق الحطب المدخل الرئيسي له، فلا يبدو بأنه مدخل سوق بلغت تكلفته ملايين الريالات. ومن الصور أيضا ممرات وطرق السوق، فبدلا من سفلتتها فوجئ الرواد بطرق رملية وعرة مغبرة. وهذه العشش هي أحد أكثر الصور عشوائية، ففيها يبيع الوافدين بضاعتهم، وفيها أيضا مسكنهم وأكلهم. من داخل سوق الحطب ببريدة، خالد الربعي، برنامج الراصد. ينضم لي من استديوهاتنا في القصيم الدكتور صالح العامر، الوكيل المساعد للخدمات بأمانة منطقة القصيم. حياك الله دكتور. الله يحييك، تحية طيبة لك. الله يسلمك، تشرفنا بوجودك. لكن سوق الحطب أهل بريدة زعلين عليكم، فوش بتسوون لهم؟ أولا الحقيقة أشكركم على هذه الشفافية وهذا الرصد من مثل هذا البرنامج الراصد، اللي حقيقة برنامج نافع، ورأيت فقرة رائعة قبل هذا اللقاء. لكن أحب أن أنوه إلى أنها هذه الصور، لا تمدحنا ترى بنتهاوش معك، التي ظهرت وهذا الفيلم، إنما لا، ما عندي مشكلة إذا أنه يعني هذه الصور إنما هي للسوق المؤقت. حقيقة يعني كان السوق في غرب المدينة، سوق الحطب والفحم، وكان يعني في غرب المدينة، لكن وصلت السكان وصار شكاوى من الأهالي، فنقلنا السوق، سوق الحطب، إلى قريبا من السوق الجديد. فهذه الصور للعشش وهذه، مع أننا ولله الحمد يعني قبل شهر يعني بإدارة الأسواق قاموا بتنظيمهم، وهذا السوق مؤقت. كل الصور التي صورتوها ما عدا اللوحة إنما هو يصور السوق المؤقت. أما السوق الجديد فهو عن هذا السوق اللي صورتوه، عنه من الجهة الشرقية. كيف شكل السوق الجديد؟ كيف بيكون؟ يعني هذا يجب التنبيه له. والله رائع جدا، ووضعت بناء التحتية الآن. لو أنتم يعني نسقتوا معنا ممكن يعني نريكم المخططات ونريكم يعني البنى التحتية اللي أنشأناها. لا احنا قاصدين، فهذه نقطة أتمنى يعني عن طريق بقولك دكتور ترى احنا جيد جميل، قاصدين ترى أننا نبي نتهاوش معكم، ما قصدنا نقول انكم كويسين، هذه المشكلة ترى. هذا يكون له أثر على المشاهد وتقديم الخدمة. لا أوعدك دكتور أنه بنروح للمكان الجديد، أحب نبي نشوف، نخلي ناس بس أهل بريدة يشوفون أنه هذا مكان السوق الجديد، ترى مو باللي الآن إحنا صورناه. بس متى يبدأ العمل فيه؟ جميل جدا، أبدا بادي الآن، بادي. طيب وراهم بس أنا إذا حبيت لي يعني أنا أقول لك، أولا لأن الجديد لسه مشروع الآن ينفذ. المشروع الحالي هذا ترى مشروع بنى تحتية، مشروع حيوي، يعني هذا المشروع مو بل المشروع اللي أنتم صورتوه، اللي صورتوه يجب أننا الآن يعني نتفق، إن رأيتم ذلك ورأيتم صوابيته، نتفق أن هذا السوق اللي صورتوه إنما هو السوق يعني مؤقت لحين الانتهاء من السوق الجديد. متى بينتهي هذا القصد؟ شرق شرق شرق
ينتهي تقريبا أشهر، يعني قريب من السنة إن شاء الله. مشى قد قدمنا زينا فيه نسبة كبيرة جدا. هذا السوق الجديد أول شيء، هذا عشش. السوق الجديد مشروع فيه ساحات كبيرة مختلفة لبيع الحطب، فيه شوارع داخلية مسفلتة، فيه يعني أيضا ال 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 في بئر. متى بينتهي؟ طيب متى شبكة مياه؟ منتهي في شبكة متى بينتهي تماما؟ قلت لك لا ما انتهى، لا ما انتهى المشروع لسه. المشروع طيب انهي جزء كبير، يعني اكثر من حوالي 60% من المشروع انتهى. الباقي ان شاء الله نحن شغالين عليه في تعثرات وفي عقبات. طيب في عقبات يعني مرينا فيها، ان حبيت انا بس انا اللي ودي ان ابين للمشاهدين هذا اللي صورته انما هو سوق مؤقت. طيب خلنا بس الان معي الزميل عبد الله اليوسف من صحيفة عكاظ بالقصيم. حياك الله اخوي عبد الله. سلم، هلا، مساك الله بالخير ومساكم الله الجميع بالخير. حياك الله. الحين وش رايك في كلام الامانه؟ الامانه قاعدين يقولون هذا سوق مؤقت، السوق الجديد خلص منه 60%، انتظروا علينا بس. اولا ارحب بوكيل الامين وبجميع المشاهدين وبكم في برنامج الراصد، وشكرا لكم انكم تفاعلتم مع سناب. انا سويتها قبل 10 ايام حق واجب عن هذا المشروع. الحقيقه انا كنت في زياره، مش زياره يعني، كنت بشتري حطب السبت قبل الماضي. وتفاجأت الصراحة باللوحة، وعلى هالأساس أنا سويت السنابة وطرحت عدة تساؤلات. سعادة الوكيل الآن يقول إنه هذا مشروع مؤقت. أولاً لو رجعت أنت للوحة وشاهدت إنه سلم المشروع في شهر 6/1436، ووضع أيضاً من ضمن بنود اللوحة أو عقد المشروع إنه التسليم الابتدائي في شعبان 1438، يعني قبل 8 شهور. أنا أستغرب جدا يعني إنه الأمانة ومساعدة الوكيل الأمين يتحدث إنه المشروع هذا مؤقت أو شيء من هالقبيل. أنا كنت أطرح التساؤلات ولازلت أطرح التساؤلات. إحنا دائما نشاهد الشيء اللي أو نتساءل عن الشيء اللي نراه. أنا كنت أرى لوحة وفيها تفاصيل دقيقة. طيب اسال اين المشروع اللي المبني عليه هذه اللوحه؟ طيب رد دكتور صالح. دكتور صالح ردك على اخوي عبد الله. سم اقول ردك عليه. اولا اهلا بالاخ عبد الله. اهلا بالاخ عبد الله واشكرك على اهتمامك. اللوحه هي في المنتصف، اذا وقفت امام اللوحه اليمين السوق القديم، السوق الحالي وهو المؤقت، واليسار من جهه الشرق انما هو السوق الجديد. شفت يا عبد الله السوق الجديد الان 60% خالص منه اللي صورته. الجاي ان شاء الله خلال باقي 40% ان شاء الله بتخلص. وحنا نتمنى ذلك. دائما الانسان العادي والمار العادي يشاهد ما اللي امامه. طيب. اما انه الحديث عن سوق قديم او سوق قادم او مشروع قادم، هذا سؤال. ايضا ترى رقم المشروع هو اللي يثير التساؤلات، هذا اللي خلاني انا اثير التساؤلات. طيب. وخلى الكثير من المشاهدين يثيرون التساؤلات. انا شاكر لك اخوي عبد الله اليوسف، يعطيك العافيه. ناخذ يعني منكم دائما ونستفيد منكم، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافيه. دكتور صالح في كلام اخير تبي تقوله لنا؟ بقول سم. كلام كثير، انتم ما دمتوا اثرتوا هذا الموضوع. عطني. اولا انا دكتور ترى انا ابيك يوم الاربعاء، عندنا حلقه يوم الاربعاء انا بحتاجك فيها، ولذلك انا ما حاولت اني اضغط عليكم واجد، باقي نحتاجكم احنا. فعطني جزء والباقي ان شاء الله الاربعاء احنا وياكم بنكمل. انا اقول سم. بإذن الله أقول أولاً إن شاء الله يعني هذا المشروع مشروع حيوي. مشروع كبير. البنى تحتية، يعني فرق بين أنك تنشئ سوق داخل المدينة في بنى تحتية. صحيح. هذا سوق يعني بطريق الملك فهد من جهة الشرق. وأيضا يعني المكان يعني مكان استراتيجي. مناسب لجميع المنتزهات وقريب من المنتزه الوطني تبع الزراعة ايضا. طيب. يعني هذا السوق انا اتمنى بس تسمح لي بس انه في ساحات كبيره. في شوارع داخليه، في اناره من جميع الجهات، في حفر بئر، وفي شبكه مياه، شبكه حريق، اضافه الى انه المشروع هذا
تم تكليف المقاول بإنارة طريق الملك فهد مع طريق طريق القطار طوله 10 كيلو متر، وهذا كان يتطلب تنسيقات مع الإدارات ذات العلاقة. ولذلك أنا أقول التأخير، في تأخير لأنه إذا سمحت لي في تأخير بسبب فيه عقبات، يعني عقبات كان فيه تيار كهربائي اعترض. يعني أنت تقول أنه في عقبات أحيانا لله يكون يعني الأمانة ما لها دخل فيها، تكون أحيانا العقبات هذه يعني تعطلكم من جهات أخرى. بس دكتور صالح، إحنا يوم الأربعاء نحتاجك تكون موجود معنا من استديوهاتنا بالقصيم في حلقة الزملاء بيكلمونك عليها بعد شوي. شكرا لك دكتور صالح، يعطيك العافية، بس وعدنا تكون معنا الأربعاء.